ولذلك فنحن نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا نريد بإخواننا السلفيين أن ينسوا خطهم المستقيم الذي كانوا يمشون عليه من قديم الزمان متأثرين بالحزبيات الأخرى، فنحن فوق الحزبيات والله عز وجل معنا ما دمنا مع كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.